يأتي هذا عقب سيطرة الثوار على مرصد اللواء 128 وعدة نقاط في القلمون، فضلا عن قطعهم لطريق حمص بغداد عند مثلث البصيرة. في الوقت الذي تتقدم فيه فصائل الجبهة الجنوبية في ريف درعا باتجاه العاصمة دمشق وتتمكن من تحرير مواقع استراتيجية، أعلن الجيش الحر في منطقة القلمون الشرقي عن إكمال معركة الويلو للطغاة، والتي تهدف لفك الحصار عن الغوطة الشرقية وقطع طرق الإمداد عن قوات الأسد في العاصمة دمشق. طريق إمداد دمشق بغداد. تقدم الجيش الحر بدا واضحا من ساعات الأيام الأولى للمعركة، إذ تمكن من تحرير بلدة السلمان واستراحة الصفا وقطع طريق الأوتوستراد الدولي دمشق بغداد بعد معارك عنيفة مع قوات الأسد أسفرت عن مقتل العشرات من عناصرها وتدمير عدة آليات عسكرية. محاولات الجيش الحر لقطع طرق الإمداد عن قوات الأسد ترافقت بتقدم ملحوظ على محور معمل إسمنت واستهدافه لمطاري الضمير والسين العسكريين، وذلك للتخفيف من طلعات الطيران الحربي الذي حاول تعزيز قواته المتواجدة في المنطقة خلال عمليات إنزال مظلي. لم يقتصر عمل الجيش الحر على الجبهة الجنوبية لمنطقة القلمون الشرقي، إذ أعلن عن توسعة عملياته العسكرية في المنطقة ليتمكن من تحرير مرصد اللواء 128 وقطع الطريق الدولي حمص بغداد في محاولة منه لتضييق الخناق أكثر على قوات الأسد في المنطقة.